أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شئت ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت
فؤادك. الله يكويك عم الشيخ. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله ينور عليك. وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلاً نقص فؤادك. الله يفتح عليك. صل على سيدنا محمد. نور عليك. الله الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله 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 الله. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه
وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أبت
القمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم.